السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. وفيديو النهاردة هنروح مطعم سوشي في المنصورة، واختي هتدوق السوشي الني وهندوق السوشي اللي هو هنا وهنقارنه بالسوشي اللي في اليابان. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى ان يعجبكم. المطعم ده اسمه سوشي باي، ولقيته من النت والصفحة هي دي. الاسعار على فكرة اللي في النت دي تقريبا قديمة، وبتضيفوا عليها 10 جنيه كل طلب او على كل سوشي. هو شكل المنيو جميل جدا، وهتعرفوا الفيديو الطعم عامل ازاي. هنعمل بس مقارنة بالنسبة للأسعار اللي هنا واللي في اليابان. واحدة السوشي هنا في المطعم ده سعرها بيعادل تقريبا 4 من اللي في اليابان، يعني احنا بنشتري 2 من دول تقريبا ب100 او 90 ين، اما هنا الواحدة بحوالي 200 ين. وكمان كاليفورنيا رول سعرها هنا الواحدة بس حوالي 6 من اللي هناك في اليابان، فطبعا فرق السعر كتير جدا، 4 او 6 مرات يعني هنا اغلى بكتير. فهنشوف كده السعر هو يستاهل ولا لا. بحطهم كذا بحطهم شافوا كده ولا هو حط على فكرة المطعم ده قدام بوابة الجامعة بالظبط، وهتلاقوه في الدور التاني واسمه سوشي بي. الطلب اخد وقت كتير قوي عقبال ما جه، لدرجة ان انا فكرتهم نسينا الصراحة. هو بالنسبه للشكل فشكله حلو. احنا طلبنا سوشي ني زي السلمون والتونه، والجمبري ده مسلوق، وفي لفايف بالتونه والقبه اللي هو الخيار يعني، وفي تعبان البحر مشوي. وهنشوف دلوقتي رده فعلنا عن السوشي. ايه رايك في السوشي النهارده؟ كان صدمه. اولا ما كنتش عارف ان هو مسكر خالص، يعني دي كانت اكتر صدمه بالنسبه لي، كنت مفكره رز عادي. طعم اللي هو اول واحد تقريبا كلته كان تقريبا سردين تونه 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 ولا التونه الثانيه تونه دي اللي هي كانت فيها زفاره شويه، يعني ايه، او اللي هي عامله زي السردين كده لما بيكون متملح كده. هي مش وحشه دي التونه، دي انا دي مش وحشه. كان هو حلو بس مش اللي هو الحاجه اللي انا اكلها، بالذات اللي هو الرز المسكر ده، لا كان ميكس طعم كانش حلو خالص. التاني بقى كان ما فيهوش الا طعم الرز، يعني انا مش كنتش حاسه طعم السمك. ايه رايك في الجمبري؟ الجمبري لا، كان بالنسبه لي التونه والسلم كويسين عنه. كان الجمبري كان بيشد قوي، وحسيت ان هو مش مسلوق، وحسيت ان هو ني، وغير كده يعني طعمه لا ما كانش طعمه ظريف. في ال الجنزبيل، بقى الحاجه الثالثه دي اللي انا ما اعرفش اصلا هي دي ايه. ده اللي هو تعبان البحر ده ولا اسمه ايه بجد. انا في الاول اول ما يعني دوقته كده حسيت ان هو برنجان مقلي. برنجان مقلي. بس بعد كده طعمه كان مقبول، طعمه مش وحش ومش حلو، يعني طعمه كان مقبول. بس لما جيت عند الحته اللي هي فيها الملفوعه، الحته الخضراء اللي هو عشان البحر تقريبا، دي بقى لقيتها زفر قوي. زفر لقيتها زفر قوي، ما احبهاش. انا عامه كطبيعتي يعني ما بحبش الاسماك، يعني ايه مش قوي في الاسماك. احب مثلا الشبار المشوي، الروسي المشوي يعني، وبعد كده بتلاقيني ايه خلاص بقى. الرز المسكر ده لا خالص. ايه رايك في صوص الصويا صحيح؟ صوص الصويا حسيت ان هو سميد في الاول.
السميد اللي هو بيتاكل ده، سميد وبيض وجبنه. كنت مش عارفه، حاسه شفت الطبقه الفوق اللي بتاعت السميد ديت اللي بتبقى مثلا اللي هي محمره ومتحروقه شويه دي، حاسين مش عارفه طعمه هو في شيء منه، بس يعني هو ما كانش وحش وما كانش حلو يعني، ممكن يعني تاكليه عادي. مقبول، مقبول كتير. طب حسيتي بإيه لما بتاكلي سمك ني؟ لا عادي، حسيتش بحاجة كده، ما تقرفتش يعني، ما حسيتش اللي هو بقرفة او كده، لا عادي. اصلا يعني هو كان طعمه مش مقزز وكانش ليه ريحة او كده، فكان عادي. وكان كمان عشان هو يعني ايه، مش عارف، ما حسيتش بأي قرف. الجنزبيل اللي كان بتخلل تقريبا، زنجبيل المخلل. زنجبيل، زنجبيل المخلل، ده كان طعمه قوي اوي بتاعك. فكرتها بقدونس، عامل اغير طعمه ليه نفس انا بكتبه اكتر. شكرا شكرا بديكا. بس هي كانت تجربة حلوة يعني، لان انا فعلا كان نفسي ادوق السوشي ده عامل ازاي وكده. بس اكبر صدمة ليه اللي هو كان مسكر. لا انت لو اكلتيه ان شاء الله في اليابان هيتغير رأيك عنه. لا هو مش كده خالص. اما طب انا استنده من ايدك. ان شاء الله حاجة.今日の寿司どうだした？出だしたか？今日のお寿司は別に美味しいと思いましたよ。あ、本当？うん。まあでもちょっとやっぱりね、ご飯がちょっと違ったかな。うん、なんか違うとジャパン？うんとね、日本のご飯の方がもうちょっとなんかソフト、柔らかい感じがするね。こっちのなんかちょっと硬い感じの、ちょっと乾燥が強くて、まあずっと置いてあるのかもしれないけどね。ソイソースどうだった？ソイソースはまあやっぱりちょっと違うかな。 どっち美味しい？まあそれは日本の方が美味しいと思うけど。しょっぱさが足りないから。え？しょっぱ？ソルトとかがなんか足りない。そっちないね。フィッシュの味は？フィッシュの味はまあもちろん日本と比べたらそれは日本の方が美味しいけど、まあここで食べる寿司だってことであれば別にそこは別にキャンナクセット。まあちょっとねやっぱりライスは違う。 ちょっと硬いところはもちろんあるけど、普通に食べる。全然違う。全然違う。 ايه رأيك النهارده كان متذوق السوشي؟ لا طعم مختلف نهائي. اول حاجه طبعا هو الرز، يعني هو الرز اصلا يعتبر الاساس في السوشي النهارده. هو كان مسكر قوي قوي ومدي طعم مختلف قوي للسوشي. السوشي اللي هناك في اليابان بيبقى فيه مسكر منه بس مش للدرجه دي، وكمان اللي بناكله في الغالب يعني مبقاش مسكر خالص بالطريقه دي. بالنسبه طبعا للسمك الني، انا كده كده ما بحبش السمك الني. بالنسبه بقى للجمبري، اللي انا اصلا بحب الجمبري في السوشي هناك، لا طعم مختلف نهائي. اول حاجه ملهوش طعم الجمبري، يعني احنا كان ندى مفيش طعم الجمبري خالص، هو في طعم زفاره، وكمان بيشد معانا كده ان هو اصلا مش مسلوق كويس. بالنسبه لصوص الصويا، لا صوص الصويا هو الطعم مقارب بس مختلف طبعا، اللي في اليابان صراحه احلى بكتير. طب بالنسبه يعني مطعم وكده يعني، والخدمه يعني، الشكل بتاع المطعم كده يعني الحاجات دي، لو قارنت في اليابان طبعا الخدمه طبعا قليله جدا. قعدنا كتير جدا لما جابوا لنا الطلب، لا في اليابان على طول بيبقى في، مع انه ني يعني هم كانوا بيستوي كان عملوا في ني. وكمان الاسعار مش هقول لك انها مضاعفه، ده اكتر من مضاعفه. بصراحه الاسعار فعلا صدمت، ما يستحقش. لا مش مستحق الصراحه، بس كانت تجربه يعني الحمد لله خلاص. بعد التجربه دي طبعا كان الطعم صعب شويه ومش اكلنا يعتبر، فروحنا مطعم جنبه، مطعم اسمه توما بتاع كشري. وعلى فكره هي علبه الكشري الكبيره سعرها تقريبا اقل من واحده بس من السوشي. وهنشوف دلوقتي راي زوجه في الكشري. هو
بياكلوا الكشري.今日のコシャリももちろんね美味しいは美味しいけど、パスタあの長いやつだったし、ライスが全然入ってなかったからどっちかというとなんかコシャリのソースの マカロニを食べてるみたいな。うん、チリは辛かった？チリそんなにあの辛いって言われたからそんなに入れないようにしました。味はどうでしたか？味はちょっと薄かったかな。よかった味は。وبس كده هو ده فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة أختي قناة ريسمس أكتنج بتقدم فيديوهات حلوة قوي، أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. وشكرا لكم، إلى اللقاء، باي باي.